السلام عليكم وتحية طيبة لكل الإخوان والأخوات متتبعين قناة كريم كسري. مرحبا بكم معايا من جديد. في هذا الفيديو الإخوان والأخوات غنتقاسم معكم جوج ديال الأخبار. الخبر الأول من نابرا والإجراءات الجديدة اللي قامت بها يعني الرئيسة ديال نابرا لعنات عليها اليوم، والخبر الثاني بخصوص استئناف الرحلات ديال شركة ريانير إلى المغرب. وهذا الخبر هذا مهم بزاف، كيهم بزاف المغاربة اللي باغيين يديروا رحلة إلى المغرب. وكتعرفوا شركة ريانير معروفة بالأثمنة الاقتصادية ديالها. طبيعة الحال هنا غنتقاسم معكم جميع التفاصيل يعني ديال الموضوع. خليكم مع الفيديو ما تمشيو فين باش نتقاسم معكم كل شيء. اذا الاخوان والاخوات، بالنسبه للخبر الاول اللي كيخص يعني نابرا، فرئيسه نابرا اليوم الاحد كتعلن على اجراءات جديده في نابرا من بعد ما ارتفاع حالات ديال الاصابه ديال كورونا اللي اكثر من 400 حاله في يوم واحد. فهذا الشيء اللي خلى رئيسة ديالنا برا اللي هي ماريا تيبيتي انها دير اجراءات احترازيه من اجل كنترول ديال الوباء، وخا حنا عارفين هادشي هذا كامل غير تمثيليه وحنا عارفين هادشي مسرحيه، ولكن حنا خصنا هذه الاخبار هذه نتقاسموها معكم. علاش؟ لان ربما هاد الاجراءات اللي كيديروها هما خاص لابد انكم تلتزموا بها، لابد انكم تحترموها. علاش؟ الا ما احترمتوهاش كتعرضوا راسكم يعني الاجراءات القانونيه اللي هي المولطا وصداع الراس، يعني كتعرضوا راسكم مشاكل. بعد مدريد انتوما شفتوا الاجراءات اللي دارت في مدريد، مدريد يعني من بعد الحظر اللي فرضت وزاره الصحه، فاليوم يعني الصوره العامه ديال مدريد حركيه والناس غاديين جايين ما كاينش شي حاجه، الا الا حصلتي وشدوك وداروا معك كنترول وما عندكش الدليل انك فين غادي او اش كدير، فهنا كتعرض للملطه ابتداء من 600 اورو حتى 6000 اورو، هادشي اللي ما بغينا لكمش. المهم حنا كنقولوا اجراءات يعني ديالنا برا. الرئيسه ديالنا برا ماريا تيبيتي قالت بانها غدير اجراءات بالنسبه للمنطقه ديالها. الاجراءات راكم كما كتعرفوا بحال دائما يعني غيولي كل شيء ليميتاو، ما يبقاش ديك الشيء التحركات بديك الحريه اللي كانت في الاول. هنا بالنسبه للريستورانتيس كما كتعرفوا يعني الاجراءات ان الفورو ماكسيموم مثلا داخل الريستورانتي حداتو في 30%، يعني داخل الريستورانتي الفورو ماكسيموم يكون 30%، خارج الريستورانتي في التراسا يكون 50%. بالنسبه لديك الاجتماعات او المهرجانات او كما كنقولوا حداتو يعني في الفورو ماكسيموم حتى هو 30%، إجراءات أخرى العادية اللي معروفة يعني ممنوع أن الاجتماع أكثر من 6 ديال الناس في ميسة وحدة إلى غير ذلك. إجراءات تقريبا هي المماثلة لنفس الإجراءات اللي دارت لها في مدريد، ولا اللي كيكون معمول بها دائما اللي كيكون شي حظر صحي أو لا شي إجراء ديال احترازي كما كيقولوا هما. بالنسبة لي ما احترازي ما التوزع، ولكن هذا الشيء اللي كاينه وهذا هو اللي كيقولوه هما. حنا كنتقاسموا معاكم باش ما تبقعوش في الغلط انكم تمشيو ديروا شي حاجه او لا خارجه على الاطار القانوني ديالهم همايا، وتعرضوا راسكم يعني للمخالفات اللي كتعرفوها. حنا دابا الاستعمال المسكريه ما كيدير والو، ولكن هو مفروض واجباري. علاش؟ الا ما درتيها غيدير لك مولطه، هذا هو اللي كاينه. درتيها هو هذاك، ما درتيهاش غيدير لك مولطه، واخا هي ما كتحميك حتى شي حاجه. اجراءات بايخه، وحنا كنتقاسموا معكم دائما كنقول لكم بان الشيء تورق ما بقى ما يتخبى ولا كل شيء بايخ باسل عقنا بهم، ولكن مع ذلك هما مازال كيفرضوا اجراءات والناس مازال ما حد الناس مازال ساكته. كلشي قابل على الدل، كلشي ساكت، ما قادرش يهضر، ما قادروش يديروا مظاهره، ما قادروش يخرجوا. يعني الاسبان يعني يعني اغلبيه ديالهم موافقين على الشيء هذا، فاحنا ما عندنا ما نديروا، صافي ما عندنا ما نديروا في هذه القضيه هذه. حنا كنتقاسموا معكم الاخبار اللي كتجي جديده والصلاه على النبي. بالنسبه للموضوع الثاني اللي هو مهم بزاف صراحه اكثر من هذا الموضوع الاول، اللي هو اعلان ديال شركه ريانير على استئناف الرحلات ديالها. يعني خبر رسمي من موقع ديال ريانير ومن عند وزاره ديال السياحه وايضا يعني المكتب الوطني ديال المغربي للسياحه، كيقول باعلن شركه ريانير استئناف رحلاتها الى المغرب ابتداء من يوم الاحد. يوم الاحد اللي هو اليوم اللي حنا كنعيشوا فيه، اليوم 11 يعني في اكتوبر، ابتداء من اليوم شركه ريانير غدير استئناف رحلات ديالها للمغرب. ولكن من اين والى اين؟ هادشي اللي غنتقاسم معكم التفاصيل، يعني شمن مدينه اللي غيمشي لها الطياره وشمن مدينه غتجي منها. المهم في هاد الاسبوعين ريانير غادي دير 23 ديال الرحلات، 23 ديال الرحلات اللي غيمشيو يعني من اوروبا الى المغرب. وهنا غادي نتقاسموا معكم يعني هاد يعني المدن اللي غتمشي لها بالنسبه اللي غتمشيهم ريانير. بالنسبه للرحلات فين غادي يكونوا في المغرب، فهنا غادي يكون مقتصر فقط على مراكش وجده واكادير. مراكش وجده واكادير ما يكونش مثلا ديك الخط ديال كما معروف ديال فاس او ديال الدار البيضاء حاليا. فهاد الاستئناف الجديد وهاد الاتفاقيه اللي دارت شركه ريانير مع وزاره السياحه ومع المكتب الوطني ديال السياحه، يعني بجميع الفرقاء اللي داروا هاد اللقاء ديالهم هاد الاجتماع ديالهم وخرجوا بهذا القرار ان ريانير غتستأنف رحله ديال المغرب ولكن فقط الى مراكش وجده اكادير. حاليا مازال ما كاينش فاس او الدار البيضاء او مدن اخرى. فهنا غادي نعرفوا يعني التفاصيل بالنسبه الخط ديال مراكش كيفاش غادي يكون. ف
فهنا مراكش غتكون مربوطه مباشره مع باريس وبروكسل وليفربول ومانشستر. باريس بروكسل ليفربول ومانشستر، هذا بالنسبه للخط ديال مراكش غيكون مربوط مع هاد اربعه ديال المدن الاوروبيه. بالنسبه للخط ديال اكادير غيكون مربوط مباشره مع بروكسل ومانشستر، يعني بالنسبه للناس ديال اكادير يقدروا يمشيو لبروكسل او مانشستر. بالنسبه الا كنتي مثلا غادي تمشي لفرنسا في شي مدينه، راه بالسيف عليك غتنزل في باريس، غادي بلجيكا بالسيف عليك غتنزل في بروكسل، غادي الانجليز تماما. الا كنتي غادي لدوله اخرى مثلا غادي تمشي في الريانير، فهنا مساله اخرى، تقدر تمشي يعني ديك المدينه ومن بعد تشبر كار او تران او ديك البلاصه الوجهه اللي غادي تمشي ليها مثلا. هذا هو الحل اللي عندك، ما عندكش حل واحد اخر. الا بغيتي تمشي مع الريانير يعني رحلات اقتصاديه، حنا كنعرفوا الريانير والاثمنه المناسبه ديالها. بالنسبه للخط ديال وجده، الخط ديال وجده تربط هو مباشره مع باريس، يعني بالنسبه للناس ديال وجده والشرق بصفه عامه الا بغاو يسافروا مثلا لاوروبا، الا غادي يمشيو مثلا الا بغاو يمشيو مثلا لفرنسا غادي يمشيو فقط لباريس، يعني الخط ديال وجده مربوط مع باريس. بالنسبه انهم الناس ديال وجده والشرق مثلا ما كيتواجدوش انهم في فرنسا بصفه عامه، في هذه الحاله ممكن تستعمل الخط ديال الوجده لباريس ومن بعد تكمل يعني بطريقه اخرى، يعني تكمل بالطرق ديال المواصلات اللي كاينه اللي معروفه. فهنايا هنا كان هذه اجراءات يعني اوليه اللي علنت عليها مباشره شركه الريانير في هذا الباب هذا، يعني هذا الشيء اللي علنت عليه دابا. في المستقبل القريب ربما غادي يكون يعني اجراءات اخرى ان شاء الله، ونتمنى ان يتحلوا الخطوط بحال الدار البيضاء وبحال وجده وبحال طنجه مثلا الى غير ذلك، يعني كما كنا معروفين هذه شحال، يعني باش كيستافدوا جميع الناس من هذه الرحلات ديال الريانير. هذه الاجراءات ديال هذه علاش جات؟ علاش جات هذه الاجراءات هذه؟ لان جات قال لك انقاذ الموسم السياحي، ما غاديش يكون الا باستئناف الرحلات الجويه. كما كتعرفوا كاينه واحد انهيار سياحي بالنسبه للمغرب وبالنسبه لبزاف ديال الدول. هنا المغرب كيبغي تدارك الموقف مع شركه ديال ريانير، وكيعرف بان المغاربه ديال اوروبا كيستعملوا هذه الشركه بزاف، واخا ان كانت الخطوط يعني تلقوا العربيه والخطوط المغربيه، ولكن المغاربه ما كاينش واحد الاقبال كبير على هذا الخطين على هذه الشركات هذو. فهنا كانت الاتفاقيه مع وزاره السياحه والمكتب الوطني يعني ديال السياحه، وتم ورجعوا وتواصلوا هذا الاتفاق هذا لهاد الرحلات اللي غادي تبدا شركه ريانير اللي غدير مع المغرب. هنا كيكون بطبيعه الحال الاجراءات الاحترازيه راكم كتعرفوها ديال دائما البي سي ار وتخربع كامل، هذوك راكم كتعرفوها بحال الاول، ما كاينش شي تغيير. غير شنو هو دابا حاليا هذه هي الخطوط اللي كاينه. الناس اللي كتهمهم الامر وباغيين يعرفوا اكثر يعني مستقبلا منين يكون الجديد ان شاء الله في هذا الموضوع هذا، غادي نديروا عاوتاني فيديو ونتقاسموا معكم اذا كانت شي اتفاقيه اخرى، كاينه شي خطوط اخرى او شركات اخرى. وحتى الناس واحد الحاجه باش ما ننساش، بالنسبه للناس اللي كيتسناو ان الخطوط ديال الباركو مثلا من برشلونه او من الخوزيرات او اللي كيكون يعني رحلات متتاليه، منين غيكون عاوتاني فيها الجديد ان شاء الله غنتناقشوا معكم ونتقاسموا معكم. انا عارف هذا الخبر مهم بزاف والناس كيتسناوه بزاف، كيتسناوه لان الناس كل واحد شنو اللي باغي يشوف عائلته، كاين اللي باغي يقضي شي شغل في المغرب، كاين. فهنا الناس بغاو يعرفوا بان كيكون رحلات مستمره باش الانسان يمشي وما يبقاش مخلوع، يمشي يقضي الغرض ديالو ويرجع مباشره، ماشي يبقى يتسنى ديك الرحلات الاستثنائيه يبقى بنادم مسيب واش تكون واش ما تكونش، واش تكون شي اجراء ولا. فحنا كنتمنوا الخير ان شاء الله للجميع، كنتقاسموا معكم اللي كاينه. عجبكم الفيديو الاخوان والاخوات ديروا لنا لايك والبارطاج كما العاده. ملي غيكون عندي الجديد ان شاء الله غادي نحط لكم في هذه القناه كما عودتكم. تحيه لكل محبين قناه كريم القصري، شكرا على المتابعه وحتى الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.